السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي ريش بالبرتقال. دايما اما يكون عندنا موسم حاجة كويسة وموسمها كتير او موجودة ورخيصة نحاول نعمل منها حاجة، بس مهم تكون صحية. مهم تكون صحية. يعني ايه؟ انا عندي البرتقال ده فيه فيتامين سي. السكين بتاعه ده اللي هو فيه اصل فيتامين. فلما اخد انا السكين ده او القشر بتاعه دوت وادخله مع الاكل واخد العصير بتاعه مع الاكل بيديني طعم جميل جدا، وبنفكر في اكل جديد وبشكل جديد بطريقه جديده. طيب عندي ريش ضاني او بتلو، سمبله كريستال بيضه، ملح وفلفل مسترد وبرتقان، وعندي بصل، ثوم، اعشاب، بهارات، كرات، كرفس، جزر، وهنقدمه مع البطاطس. عايز الطاسه بتاعتي تقدح قوي، تبقى سخنه جدا، ونشوف هنكمل مع حضراتكم ازاي. وانا شغال اشوف اعمل ازاي القشر البرتقان. طيب هي المقشره مع عم ابراهيم بيعمل بيها ايه؟ البرتقال. طيب مش متشكرين ان انت بتساعدني. يبقى كده احنا ايه؟ عرفنا مصدرنا فين. نجيب كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اخد القشرة هتبقى كده، هوريكم مثلا يعني هنعملها ازاي كده. 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 ده انا بخلص حبة صغيرين بس كده عشان ابدأ اشتغل على ما يجيلي بقية الايه؟ كده بس بروح جاي بقى هنا جايب دول كده وفرمهم ناعم خالص ناعم كده. دول عشان يديني طعم جميل. نصلي على النبي. هعمل ايه بقى يا سيدي؟ شوية زعتر معاهم هم، شوية ملح كده كده. وروح جاي كده اهو، وعندي سمن كريستال البيضه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم لي يا عم الحاج ابراما كده. اتبل اتبل اتبل، اخليها تتشرب تتشرب تتشرب. كده ادي مكعب مرق. يبقى كده ما تجيب لي قبل البرتقالتين اللي معاك خدتهم ليه عشان اخد عصير بتاعهم؟ نعم يا فندم. ده بيضحك عليه، خد اداني القشر وخد البرتقال. يا ابني هات البرتقالتين الله يهديك. تديهم للمخرج؟ ليه يا اخويا؟ لا ما ياكلش برتقال. دي الليمون يحصره بس ياكل ولا اي حاجه. ايه؟ اهي يا اخويا. هات يا ابني هات، هات يا عم. هات يا باشا هات. المخرج عايزهم يعني. السلام.
عايز كل حاجة على الجاهز وشوية كمان من اللي ده. نعم يا فندم. يا ست أسماء سلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك يا عم؟ ازيك يا فندم؟ أموري؟ ربنا يخليك، أخبار حضرتك؟ في نعمة يا بنتي والله. يا رب دايما إن شاء الله، أنا حبيت أسمع صوتك ومحتاج لحضرتك ضروري. سيبي التليفون حضرتك يا بنت، تحت أمر سعادتك. أشكرك يا بنتي. توم بصلاية ما تشوفش قد مجلس يا عمي، ولا ما فيش دي مجلس عندنا؟ شامم الريحة يا إبراهيم؟ بس محمد شامين الريحة؟ طب ما تفتح الشباك عندك عشان تشم، خايف تسع؟ ما تشيل البطانية اللي عليك يا اخي دي. المخرجين بره تلاقيهم بيشتغلوا كده، بيمشوا تحت المية، تحت النار، تحت سكة حديد، تحت الطيارة، وهو بيشتغل بيخرجوا. من المخرجين عندنا هنا نايمين تحت البطانية. يقولوا ليه كده؟ يقول لك انا خاف من البرد. وفي ناس تقول لك انا خاف من الحسد. ست ام فرح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ست ام فرح. اهلا بحضرتك يا شيف شربيني. اهلا بيك. احنا بنحبك جدا والله. اهلا بسعادتك يا فندم. الله يخليك. انا عندي دودي وعندي فرح، الاثنين بيحبوا يتفرجوا على حضرتك. ربنا يخليهم لك ويفرحك بيهم. وعايزه اقول لحضرتك انت، انا بحب قوي اتفرج على حضرتك وانت بتدوق الاكل. الله يسترها معاك. ده بيطلع من ايه؟ المخرج. المخرج بيزعل قوي من الحته دي. وبالذات لا لا بالذات انا بستناك لما بتعمل محشي الكرنب عشان حضرتك تدوق الاكل. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. يا بنتي الله يخليك. صباح الهنا على عيون حضرتك انت وفرح وابو فرح. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك ايه؟ نعم سؤال حضرتك يا ست الكل. انا بس بسلم على حضرتك جدا، واحنا بنحبك قوي والله. صبحي لي على فرح وابو فرح وعلى حضرتك يا فندم. شكرا ليك يا ست الكل، اشكرك يا فندم. كده هنا نعم فندم. عايز اكل يدفي؟ حاضر نعمل لك. ايه رايك؟ بص بقول لك ايه، انا عارف ان انت بتحب الكشري، تيجي بكره نعمل حلقه كلها كشري، وهعمل لك اسكندراني وكشري مصري والهريسه بتاعتنا بقى. ايه رايك بكره استنزرونا نعمل المخرج شويه كشري حلوين، اسكندراني مصري، الهريسه بقى بين الاثنين، يعني نعمل شويه حاجات حلوه كده. يا سلمى شويه بتنجان مخلل كده، شويه جرجير تحتيهم، شويه لفت كده يعني. نعمل بص اعمل لك اناب بالمستردة. حاضر. ممكن اقول لحضرتك بس كلمه صغيره بس؟ ما تزعلش مني، وانا الطباخ بتاع العيله. اعمل لي النهارده كشري، لا بكره ارانب، لا هجيب لك مني وبعد كده. طيب عم ابراهيم اللي يؤمر بيه تنفذ، لان ده ابني وحبيبي واخويا. كده هنا ادي البرتقان، كان عايز اكلهم بس انا لحقتهم. صلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ست ام عبد الله سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك ست ام عبد الله؟ ازيك ازيك يا شيف شربيني؟ في نعمه يا ستي. الله يخليك، عامل ايه؟ في نعمه والله، الحمد لله الحمد لله، نحمد الله ونشكر فضله. الله يخليك يا شيف شربيني. وأمريني ستي. الله يخليك، الله يكرمك، انت زي الفل، ربنا يكرمك يا رب. انا بقول لك ادعي لابني الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يخليك. الفاتحه ليه من كل سمعنا وسمعنا على الهواء يقرا الفاتحه لابنها. الف رحمه تنزل عليه. الله يخليك، الله يكرمك، الله يخليك. وعندي بنت اسمها ايمان وجابت عبد الله. نعم يا فندم. عندي بنت اسمها ايمان. ربنا عوض عليك يا عبد الله. الله يخليك. مبروك عليها يا ستي، ربنا يخليهم لك. تمرين بقى اي شيء يا فندم؟ الله يخليك، انا بسلم عليك بس. الله. الف رحمه تنزل عليه، وكل من سمعنا يقرا له الفاتحه يا حاجه. كل من سمعنا قرا له الفاتحه. ربنا يرحمنا ويرحمنا جميعا يا رب. ربنا يرحمه لك يا حاجه بحق جه النبي يا رب. ربنا يرحمنا جميعا. الف رحمه تنزل عليه. ايه ده اللي في ايدك ده؟ مين؟ اه كده ده مستر ده معلمون. والله يا ابني احتمال نحتاجه واحتمال ما نحتاجوش، بس انت لو كنت قلت لي انا جبته كنت انا قلت لك طب خلاص يلا كده. المستر ده مع البرتقال اهو. نصلي على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الجمال اللي دقته ده هستاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اقدر المحطه واطرب يا حبيبتي. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وكده عندي الريش شغاله اهي، بالبرتقان بالمسترده بقش البرتقان بالجزر بالبصل. حاجه يعني تجوع، حاجه تجوع. مش بوعدكم اني بعرف اطبخ يعني، لكن اه هي زي ما انتم عارفين كده بتيجي مع الهوبي دوبل. انا واحد صاحبنا عمال يقول لي تعملي فيها توت فروت وتم في رغيف ومفكر انت بتشتغل ومفكر مش عارف. ما بعملش حاجه، متشكرين يا عم الحاج. كسبنا صلاه النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نخش على الطبق اللي بعده. نعم فن برضو انت تاني نعمل لك والله العظيم انت عايزه اعمل. اولى يا ست الحاجه صباح الفل على عيونك. صباح النور عليك يا شيف، ازيك؟ صباح الرضا عليك يا ست الكل. عليك وعليك. شو اخبار البرد عندك؟ نعم البرد عامل ايه؟ والله الحمد لله زي الفل، واخر حلاوه وماشي الحال. الدنيا تلج عندنا. ده بورسعيد بيقول لك برد قوي. بورسعيد لا برد جدا والله، ده احنا عندنا هنا برد مش في بورسعيد، ده تلج عندنا. يلا كل سنه طيبين. صباح الهنا على عيون حضرتك. كل سنه وانت طيبه يا صاحبه الخير. ازيك؟ في نعمه يا حاجه. الله يخليك. تسلمي لي تسلمي لي يا ست الكل، صباح الفل على عيون. ست ام عبد الله كلمتنا على فكره، ام محمد كلمتنا اول امبارح. كنت انا مشغوله، كانت سالفتي ميته. ما قالوا لي ان حضرتك عندك حاجه في حياه حضرتك. لا
الف الف بيا في حياتك يا حاج، بيا في حياتك، ربنا يسترها معاك يا دنيا واخره يا ست الكل. صباح الفل على عيونك، صبحي لي على عم عبد الله وعلى عم سيف. كده عندي هنا نشوف حدانا ايه دلوقتي. فراخ بالريحان والبرمزان، عندي صدور فراخ ملح وفلفل وشطة وبهارات ومستردة وبرمزان، جبنة برمزان، ريحان، ثوم وبصل وبقدونس. طيب عايزين تحشوها نحشيها، عايزين تعملوها كده كده يعني ممكن كده كده كده، بس اقول لكم ولا حاجه، يعني نعمل الصح والباقي على الله، ونعمل ايه الحاجه اللي ايه الناس تحبها. طيب ادي البطاطس بتاعتي، يبقى عندي ادي الريحان، خلاص خدت قرار انا، وادي الثوم، وادي شويه الشطه، توابل، برمزان، جبنه مبشوره، مستردة، وانا بسكت بسكت اروح واخد القرار ويسلموا القط مفتاح الايه القرار كده. ادي نص بصلايه وشويه بدل البقدونس خليها اعشاب، وادي شويه كزبره خضراء اهو، كزبري وكزبره خضراء، شويه فلفل، سنه ملح مش كتير عشان عندي ملح في الجبنه، وادي سنه توابل، نشيل بقى كل ده من هنا اهو، اعمل ايه بقى يا سيدي؟ جايب المشنين، فلة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على الحبيب، قول صل على الحبيب وقلبك يطيب. انا لغايه دلوقتي مش عارف اعمل ايه عشان تكونوا عارفين يعني، بس انا بايه بحاول اعمل حاجه دي. ملح وفلفل
حد طفى النور؟ عايز اقول لك تعالى كل معايا. انا عارف. بصوا بقى، يلا يا باشا. نرجع بقى للفراخ بتاعتي، نشوف بقى هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نبدا نفرد الشغل بتاعنا. ليه كده يا اولاد؟ مش حاطين لنا حبه كاس بلاستيك هنا ليه؟ عندكش كيس بلاستيك يا عم عاشور؟ نبكي صواب يعني فيا؟ يلا هات يا باشا، ممكن تحدفهم من بعيد. شكرا. كده ادي صدور الفراخ اهي. دي بتبقى حنينة على وانا بدقها عشان خاطر ما تتفرتكش مني. طيب الراجل قلق مني، قال لي طلعني فاصل، اخد فاصل وارجع لكم تاني. هو دور المحطة ولا تروحوا في حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وطبعا يعني كان المفروض في الفاصل اعمل حاجة، لكن زي ما انتم عارفين عم ابراهيم يقول لي ايه، ما تشتغلش طول ما انا في الفاصل. اقول له حاضر. ملح وفلفل. وابدا احشي بقى. اروح اعمل كده اهو. مجموعة الجبن الجميلة كده.
الحشو طعمه جميل قوي، ما كنتش عارف هطلع حلو كده. تسميها بقى تشيكن رول، تشيكن ببيوت، منظر الجميل، اي حاجه سميها زي ما انت عايز. يعني انا ما بعترضش معاك في اللي انت عايزه. يا ست مريم. الو. السلام عليكم ست مريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امور يا فندم. انا عايز اعمل بيتزا. نعم؟ اعمل بيتزا. عايز البيتزا؟ اه. حاضر يا فندم، على عيني. تحت امر سعادتك. كده انا بأمن نفسي عشان الجبنه بتاعتي ما تطلعش بره. طيب ليه بقى كده يا عم ابراهيم؟ عشان الجبنه ما تسحش مني وتطلع بره. وادي البيتزا قدام حضرتك على الشاشه يا فندم، تأمريني سعادتك. طيب نخش بقى الفرن بقى، ده شويه زيت. صلي على حضرة النبي. عندي بقى بقية الكوسة اللي جابك هنا. لا امشي 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 مننا. مشي صاحبتك اللعنة. انت من قريش؟ يا ست ام مي. صباح الفل. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. ازيك يا شيخ شربيني، عامل ايه يا باشا؟ في نعمه يا ستي. تمام. نحمد الله يا فندم. احنا بس بنعزي الست الكل، ام الحبايب والغاليه ام سيف. دي اول حاجه. اتفضلي يا فندم. الله يخليك، وستك عامل ايه؟ في نعمه والله يا ست الكل، ربنا يقبل بخاطرك. ربنا يخليك يا رب، ودايما ابتسامتك الحلوه دي دايما موجوده يا رب على الشاشه. الله يسترها معاك دنيا واخره يا ست الكل، ربنا يمهلش من سؤالك. انت غالي علينا قوي يا شيخ شربيني، والله غالي غالي. الله يسترها معاك يا ست الحاجه، ربنا يكبر بخاطرك. صدقني صدقني والله انت غالي علينا وغالي على الشعب المصري. وانتوا في عينيا، انتوا في عينيا. عربيه. وانتوا في عينيا. انسان
فوق المحترم. الله يخليك، انتوا احسن مني يا فندم. والله والله العظيم السلام. الله يستر، الله يسترها معاكي، الله يسترها معاكي دنيا واخره يا ست الكل. اشكرك يا فندم، اشكرك والله. كده هنا يا جماعه حبه الكوسه دول الجرنش بتاعي مع الطبق اللي في الفرن. بشكر ست ام مي بكلامها الجميل الحلو، ربنا يسترها معاها دنيا واخره. انا مش قد الكلام الحلو ده يا جماعه، حرام عليكم وانا غلبان. طيب يا ست ماجده. ايوه ازيك يا شيف شربيني. السلام عليكم يا ست ماجده. الله يسلمك. اتفضلي يا فندم. انا مبسوطين جدا من الاكل اللي بتعمله، خطير جدا الصراحه. تحت امرك يا فندم، تحت امرك، انتوا بتعملوا احسن مني صدقيني. شكرا. تؤمريني يا فندم. انا كنت عايزاك تهيد بس المعطيات بتاعت صدور الفراخ اللي عملتها دلوقتي. نعم؟ المعطيات يعني المقادير وال... حاضر يا فندم، هنزلك على الشاشه على عيني. تحت امر سعادتك يا فندم. قدام حضرتك يا فندم صدور الدجاج بالريحان والجبنه البرمزان. صدور دجاج، شطه، بهارات، مسترده، جبنه برمزان مفرومه، جبنه رومي ممكن، جبنه شيدر، يعني نوعين جبن، ريحان وتوم وبصل وبقدونس، ملح وفلفل. كل الخامات دي كلها حضرتك بحطها في الكبه مع بعضيها، بلفهم مع بعضهم، وبعدين بحشي بيهم الفراخ زي ما شفت حضرتك، وبدخلها الفرن، وبديها شويه خضار سوتيه كده، شويه كوسه حلوين اهم كانوا عندي، يبقى جرنش معاها، افضي عليهم شويه ميه ساقعه عشان بس لونهم يبقى جميل. حبيبي يا سيدنا محمد، وانت عندك شغل تاني النهارده ليه ولا خلاص انا شطبت كده روح؟ اللي انت عايزه. شكلك انت عايز تروح تضرب سيجارتين بره، عايز تطلع تضرب شيشه وتيجي. طيب عندنا طبق تاني نعمله سلطه. اخد طبق فاصل ولا فاصل ولا طبق؟ يعني انا اسالك سؤال بقى ما تعذبنيش معاك، عايز ايه؟ طب هطلع الطبق فاصل وارجع لكم تاني. اول غير محطه واضرب فيها. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. قبل ما اخش على سلطه التونه ابص على الفراخ بتاعتي واشوف فكت ولا عملت ايه. اللهم صل على النبي. طيب بصوا اللي انا عملت حسابه لقيته. لما انا حطيت الكوسه كده عملت ظبطت الدنيا عشان خاطر الحشو بتاعي ما ينزلش زي ما حصل كده هنا. فطبعا حضراتكم لما بنشتغل بنحاول نفكر شويه مع بعض كده. فراخ استوت وجبت لها شويه دمجلاس على النار اهم. اغرفها الاول عشان ايه اشيل دماغي منها ونشوف بقى هنعمل ايه مع حضراتكم تاني. يا فندم عايز اقطع لك واحده؟ امال عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ يعني انت مش لاقي حاجه تعملها غير انك انت تقرفني انا، توجع دماغي. شكرا يا عمي. حط يا عم بطاطس. انت بتحبش الكوسه؟ ده كلام يا راجل.
كل انواعها بلاش يا ست ام جانا. ايوه السلام عليكم. صباح الخير عليك يا بن. صباح الفل. ازيك يا شيف شربيني؟ في نعمه يا ستي. انا حبيت بس اشكر حضرتك واقول لك الف شكر على الفلوس اللي انت بعتها لي يا شيف. يا فندم انا ما بعتش حاجه، ربنا اللي بيبعت. يا رب بارك لك ويديك على قد نيتك انت وكل اللي بيشوف الناس يا رب، والف شكر لحضرتك جدا. تشكري الناس اللي بتبعت، انا ما ببعتش، انا قد حالي زي يعني انا على باب الله زيك. صباح الفل على عيون حضرتك. صباح الفل عليك يا بنتي. احنا كلنا على باب الله. انا بقى عايز اكل دي. حبه ديمجلاس انا عايز احطهم برقك وحنيه كده عشان ما ابوظ الطبق واضحك الناس عليا. كل حاجه بغب فيها. المخرج بيقول انت هادي ليه كده النهارده؟ يعني اقطع لك هدومي عشان ابقى شقي؟ بس مش مست مش مش, مش 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 ايه؟ مش متعود على كده. ديمجلاس يا حبيب قلبي. ست منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ست منى. ازيك يا شيخ؟ في نعمة والله يا ست منى. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة يا فندم. والله أنا ليا أخ رائد والله بقاله 9 سنين وبناته اتجوزوا ومراته كبرت ومحتاج كرسي. فربنا يكرمك يا رب وما يوقفش. سيبي تليفونك والله المستعان واهل الخير كتير، اهل الخير بيساعدوا. اللي بيساعد احنا خدامينك، نديله تليفونك ونتابع مع بعض، سيبي تليفون حضرتك. والف سلامة عليه يا فندم، الف سلامة عليه، اشكرك. تحت امر سعادتك. اهو. ده الطبق اللي عندنا. الحشو بتاعه جميل جدا يا جماعه. يلا بقى نخش على الرمان. سلطه التونه ازيه بالرمان، نعملها بالكش. تونه ورمان وسكر وخل، ليمون، دبس الرمان، ملح وفلفل، خيار وبصل وجزر، فلفل رومي، طماطم، وعندي زيتون اسود واخضر، شرايح وجرجير. الوجبه باين عليها جامده قوي حلوه، باين عليها جامده وحلوه. طيب يلا نشتغل. الطماطم بتاعتي بخليها
ما ينفعش حاجه زي كده واعمل لها ايه الطماطم بالبذر بتاعها، بشيل القلب كده ما برمهوش، ممكن اعمله للبيتزا، ممكن اعمله للصلصه، اعمله اي حاجه، عينه احطه في فريزر، مفيش حاجه عندي بتترمي في المطبخ، بدفع فيها فلوس يبقى احترمها. كده دي الطماطم بتاعتي، محمد يا فهم جبت الزينة بتاعت اعياد الميلاد؟ ما هو بورمون ببيع. زحلاتنا برضو ده انا قلت احنا بس، ده قلت احنا بس، هتريكم انتوا كمان زيي، انتوا واخدينها كعب داير في كل سدود شوية وانتوا بتقعدوا ساكتين. يا دي النيله السودا عليا يا رومون، انا اسف، حقك عليا، حقك عليا يا شيخ، خد ما اهزرش معاك شويه. اكتر من كده رومون شافني بتكلم راح خنس والدارة، وقعد ناس على باب المدينه ماسكين الحاجات بتاع عيد الميلاد. لا وعارف دلوقتي عمل لك ايه؟ لك اللي معهوش يدفع بالقسط، بس يبقى دبل برايس بالاجر. اه بس بقول لك دبل برايس. صلى على النبي كده، بصلاية
نعم فندم. ست سعاد، الخط قطع من عند حضرتك، اشكرك على اتصالك. كده عندي زيتون شرايح اسود واخضر، عندكش الوان تانية؟ ادي الخيار، الجزر، اوبا يلا. صل على رسول الله. الرمان اهو، الله 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 الله. الرومان ده علاج، علاج لفقر الدم، الانيميا، لاي حاجه انتوا بتمروا بيها. طيب نجيب بقى دي كده اهو، ادي الشوجر، خلي التفاح، ادي شويه دبس رمان، شويه ليمون، شويه زيت زيتون، شوية خل، قصدي شوية ملح وفلفل كده اهو. طيب اخد فاس وارجع لكم تاني، اقعد اقرا محطة واضرب اي حتة. رجعنا بعد الفاصل. كده ده الصوص بتاعي، نقلب بقى بطريقة حلوة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الصوص بتاعي، ونخلي حبة أبار اللي هو سيبرت أو انديفيدوال. نعم
يحيى علي ماهيش ميت. يا عم ابدا، انت عارف انا ما. الله كده كده حضراتكم عملنا السلطة الجميلة دي عشان اخواتي المسيحيين، وكده عملنا طبقين احلى من بعض يا رب يعجبوا حضراتكم. اشكر عمي ابراهيم تمام، اشكر عمي محمد فهمي، بشكر كل الكاست اللي معايا. بكرة عندنا كشري اسكندراني مع البيض المدحرج، عندنا كشري المصري بتاعنا الجميل، عندنا بتنجان مخلل، نعمل الهريسه اللي احنا بنجيبها من بره غاليه. احنا عملنا الكاتشب وعملنا المسترد وعملنا الهوت صوص وعملنا الطماطم، بس ما عملناش الهريسه، برضه هنعملها ان شاء الله عشان خاطر ما يبقاش حد محتاج حاجه. بشكركم على حسن متابعتكم، نشوفكم ان شاء الله بكره على خير. السلام عليكم ورحمة الله.